اللي بعد كده راح نرجع لصوره العرفه ايه بيقول لك واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم لعلهم يتقون. انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في يوم قبل كده ها لما اتكلمنا عن بني اسرائيل اللي لعنوا ليه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقلنا حتى مرتكب المنكر يجب عليه ان ينهى غيره عن ارتكاب نفس المنكر، فاذا تناهى المرتكبون للمنكر قد يبدو الكلام. يعني اثنين بيشربوا حشيش ومول اخر بطل حشيش حشيش، يقول طب ما انت وانت كمان تبطل، ايوه انا بطل وانت بتبطل، تعال احنا الاثنين نبطل، تعال نقول يا رب توب علينا، يحصل كده يعني. فلفت نظري في الايه دي ناس مجرمين، واضح جدا انهم مجرمين ومصيرهم الى جهنم وبئس المصير. ناس طيبين ماسكينهم عمالين يقول لهم ايه؟ اتقوا الله اتقوا الله، كده غلط، لا كده احنا خايفين عليكم، كده هيحصل لكم، كده هيجرى لكم، كده هيسوي لكم. قوم ايه؟ ناس تانية قالت لهم ايه؟ الله انتوا ما انت عارفين ان دول ما فيش منهم امل وما فيش منهم فايده، تعبين قلبكم معاهم ليه؟ ادي الحدود. خد بالك. واذ قالت امه منهم من الناس الصالحين لما تعظون، جماعه بيقولوا الجماعه وعاظ، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. ايه فايده؟ بتوعظ في مين؟ بتندم في ملطه، بتتعب قلبك ليه؟ شوف الرب بتاعهم قالوا ايه؟ قالوا معذرة إلى ربكم، عشان احنا نخلص مسؤوليتنا ونبقى عملنا اللي علينا وأدينا الرسالة وبلغنا ما بلغ به الرسل ولعلهم يتقون. يبقى برضه في أمل، يعني الإنسان ما يفقدش الأمل، ما يفقدش الأمل نهائي من الشخص الفاسق أو الفاجر، ما تفقدش فيه الأمل لأن الله قادر على كل شيء. وفي الوقت نفسه طالما أنت قادر على النهي عن المنكر والوعظ لابد أن تؤدي ما يجب عليك. هل كانوا صح؟ يا ترى مين اللي كان صح؟ اللي كان عمال تعب قلبه في الفاضي وبيوعظ؟ خصوصا إن الناس يهلكوا فعلا، ولا الناس قالت لهم ريحوا دماغكم وخليكم في حالكم؟ نشوف ربنا قال إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، اللي هم الموعظين، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شفت بقى؟ يبقى إذا مهما استشرى الفساد ومهما فجر الفجار يجب على أهل الطاعة ألا يتوقفوا عن الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو لم يكن هناك أمل في ارتداع ورجوع الآخرين عشان يخلصوا ذمتهم أمام ربنا، عشان ما يقولهمش إيه؟ أنتوا سكتوا ليه؟ زي موسى ما قال لهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ليه سبتهم؟ وليه سكت؟ وليه؟ اخذ براس اخيه يجره، يقول لك انا بقول لك خلي بالك واخلفني في قومي واصلح، ازاي تسيب ده يحصل قدامك وانت فاكر؟ وخده من دماغه ومن دقنه جرجره في الارض. قال له ابن امه ان القوم استضعفوني وكذب يقتلون. فالنقطه مهمه قوي، اذ قالت امه منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا، اهي بالصح اهو ده الشر، انك بتوعظ مهما انتشر الفساد عشان لو حصل حاجه تبقى انت من ايه؟ من الناجين اللي ربنا وعد بانجائهم، زي ما قال ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.